بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق. النهاردة كمان في فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن إحنا شايفين شوية تقلبات في أحوال الجو، وهيكون في فرص لبعض الأمطار النهاردة، طمنينا على أحوال الجو بالتفصيل. بالفعل يمكن إحنا من بداية الأسبوع ده وفي بعض التقلبات الجوية، لكن كانت موجودة أكثر في المناطق الجنوبية. اليوم التقلبات الجوية تبدأ تمتد للمناطق الشمالية للبلاد بسبب تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، بالإضافة كمان كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، فبالتالي هيكون في بعض التقلبات الجوية، وأهمها طبعا زيادة فرص وكميات الأمطار على محافظات شمال البلاد. اليوم متوقع أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية الغربية، مطروح والعلمين والأسكندرية، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. الأمطار كمان اليوم هتمتد على فترات متقطعة لمحافظات الموجودة في المناطق الداخلية، وهتبقى أمطار خفيفة متوسطة أيضا ورعدية على محافظات الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري، سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، مدينتي حلايب وشلاتين، وأيضا بعض المناطق من اللي موجودة في شمال الصعيد. لكن الأمطار في المناطق الموجودة في شمال الصعيد وكمان القاهرة الكبرى هتكون أمطار خفيفة. يعني اليوم القاهرة الكبرى هتشهد أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم، فأغلب محافظات الجمهورية هيكون فيها سقوط أمطار متفاوت الشدة من محافظة لمحافظة ورعدي أحيانا، وخاصة المحافظات من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان درجات الحرارة اليوم يمكن نحس بيها أن هي أقل من أمس بحوالي درجة درجتين عظمى على القاهرة الكبرى، هتكون ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، تعتبر درجات الحرارة دي حول المعدل أو أعلى من المعدل بحوالي درجة. أجواء نقدر نوصفها فترة النهار أجواء خلفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء معتدلة تماما على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن ما بنحسش بيه قوي غير في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اللي هي أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي درجات الحرارة فيها بتنخفض بشكل كبير، وتبقى الأجواء فيها أجواء مائلة للبرودة، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وهتظل الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، وكل ما كثافة الشبورة المائية زادت كل ما انخفضت الرؤية الأفقية على الطرق. يمكن اليوم وغدا الشبورة المائية يعني هي موجودة وتفترض على الرؤية الأفقية، لكن مش زي الأيام الماضية، يعني ما وصلتش لحد الضباب، لكن متوقع مع يوم الخميس المقبل إن شاء الله والجمعة تعود تاني الشبورة المائية الكثيفة بشكل كبير، ولازم ناخد بالنا منها بشكل كبير. ومعاد تكونها بيكون طبعا في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا نقول 3-4 الفجر، تستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس الصبح، يعني تقريبا لحد الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية الكثيفة موجودة معنا، وتبدأ تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس. الأمطار دي مكملة كمان معانا إن شاء الله غدا الأربعاء إن شاء الله، يعني احنا عندنا أمطار النهاردة وبكرة إن شاء الله على أغلب المحافظات اللي موجودة في شمال البلاد، بتختلف طبعا كميتها من محافظة للتانية ومن منطقة للتانية، وبتكون على فترات متقطعة. ومع يوم الخميس تبدأ تاني حالة الاستقرار في الأحوال الجوية تعود لمعظم محافظات الجمهورية، والأمطار هتبدأ تنحصر فقط في جنوب ثلاثة جبال البحر الأحمر، مع استمرار درجة الحرارة اللي هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية. ننصح بس كل السادة المواطنين، مهم جدا
مع سقوط الامطار وخاصه في المحافظات الساحليه المعنيه اكثر بسقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعمده المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. مهم كمان مع سقوط الامطار لازم تكون القياده بهدوء تام اثناء سقوط الامطار، بالاضافه كمان مع الشبوره المائيه. طبعا احنا دايما بننبه مع الشبوره المائيه لازم تكون القياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. مهم كمان ناخد بالنا بقدر الامكان من نوعيه الملابس، لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر لازم تكون الملابس في الاوقات دي ملابس خريفيه. وخلينا ننوه ان احنا لازم في فصل الخريف نتابع النشره الجويه بصوره يوميه قبل ما نخرج من البيت، لان بيحصل تغير في حراره الطقس في فصل الخريف. صحيح. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 30 والصغرى 23، وفي العاصمه الاداريه 31 22، الاسكندريه 27 20، وهي نفس درجه الحراره ايضا في العلمين الجديده 27 20، مطروح 26 19، ودمياط 28 23، بورسعيد 28 24، والاسماعيليه 31 21، في السويس العظمى 30 والصغرى 22، وفي العريش 30 19، كاترين 25 13، طابه 30 22، حلايب 28 23، وشلاتين 32 25، شرم الشيخ 32 24، والغردقه 31 والصغرى 24، في الفيوم العظمى 30 والصغرى 22، وبني سويف 31 21، في الوادي الجديد 35 21، واسيوط 32 19، سوهاج 33 20، وقنا 35 23، الاقصر 35 23 ايضا، ولكن في اسوان 36 والصغرى 24. كده خلصت نشرتنا الجويه المفصله. دلوقتي هنرجع تاني لمنى والشاذلي ومتابعه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.